معكم حلقة المفروض شبك دور اللعب لعبة ماين كرافت. أيوة ماين كرافت ماين كرافت ماين كرافت. طبعا شباب اللي مش عارف فكرة الباب دي أنا هقولها له، ودي بسيطة جدا. انت واقف في بلوك واحد، البلوك الواحد لازم هتخليك تبني عالم كبير قوي. حتى بصوا البلوك كل شوية هيجي مكانها بلوك. دلوقتي بنبدأ بقى كل شوية نكسر يا شباب. صندوق نبدأ بقى ناخد الحاجات دي. انا مش عاوز كده احنا دلوقتي. انا بس الكتب دي كده ولا لا؟ انا عارف الباب وبشوف ناس كتير بتلعبها، فعادي. ايه بيقول لي؟ ايه في حاجة ظهرت؟ ثانية شوية. ايه ده؟ اوكي. تسعة قصر بقى يا شباب. تسعة قصر احد عشر. لازم نكسر كتير. واحد. ايه ده؟ اصح زي ما هو بيقول لكم اللي فيه اسمه ايه ده؟ الباب دي ادوار. احنا دلوقتي في الاول في يعني باب، عشان مش بعرف اقرا انجليزي، فكل باب فيه حاجات. تسعة قصر احد عشر. تسعة قصر احد عشر. شكرا يا عبو. بصر. قول له يا شباب ايه فايدة الكلي؟ قول له ايه فايدة الكلي؟ هلعب بيه لان انا مش حافظ الصراحة الباب قوي، حافظ فيها شوية حاجات. خليها بقى بإذن الله المرة الجاية هجيب أختي معايا تلعب. عاوزين نكبر يا شباب المنطقة. شايفين البلوكة دي عملنا بيها الحاجات دي؟ شايفين؟ اوكي. ايه اجيب بلوك بلوك سريع بلوك سريع. في ممكن تلاقي في الجوال يا شباب جريتش. نكسر بقى بقرة تخليها خنزير. مش باكل خنزير يعني. ستة أو أحد عشر. بره خلي بالك خايف على البقر. ندي تقريبا الدور ده بس اللي بيطلع في الحيوانات. نبدأ بقى التاسع يا زميلي يا زميلي يا زميلي. نفسي أعرف إيه فايد. انت بتبص لي كده بتقول لي ما تموتش ده يا اخويا. تطلع له خربت الكلينة. بص يا شباب انا بقالي كتير قاعد عمال اكسر والليل جه عليا وبقى وجالي اتنين بقى وجالي برضو شوية حاجات حلوة. ايوة يلا حاجات. كمان قاعد اهو. انا قلت بس عشان ما اطولش الفيديو عليكم فرخه كانت هتقع.
هو انهي بلوكة بقى؟ لا لا خليك ورا، عاوز اعلم البلوكة بتاعت عاوز اعلمها يا جدعان، بس بقى يا بقى ولا دي انا عمال ابوظ المكان. واحد ثمانية او احد عشر هي دي ولا لا؟ مش هي، حط ايه عايزين بس نعلم دي، نحط هنا بلوكة، استنى عشان بس اعرف نعلمها، بس دي كده بلوك في هنا مش ايه، طب انا بجمع حاجات، عايزين بقى نعمل حاجة، عاوز اجيب كده دي سؤال يا شباب، وهنتجوز دول. طبعا يا شباب انا معايا اختي، خدي يا اختي تاكلها بقى، طبعا طولت بالفرخة غلبانة، لا الفرخة هتاكل زيهم طبعا، هتاكل زيهم، لا لا بقى اوعي تزقيها، انا ولا يلا يلا. طبعا انتوا عاوزين لعب المزرعة، هلعب اهو اختي طبعا تبي على صندوق ايه؟ سبعة أو أحد عشر وضعا أحد التيبل وأسلحة حول 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 لا أنت مالك يا بنت؟ أنا حاجة حط كرافت التيبل وضعا عمل شوية أسلحة بصوا قاعدين بيجروا ازاي الأشقية بقى بتوسع بيزقوا بعض يا جدعان بتوسع يا احنا المكان بقى بص بيوسعوا دي انت لازم تعمل مزرعة بسرعة احنا بجد لازم نكون بتقولنا لازم نعمل مزرعة طب يلا بقى خلينا هنشتغل في المزرعة بس المفروض نعمل بيت الأول بس نعمل ايه؟ المزرعة الأول عشان اللي فيه ولا اللي عارفه اللي بس اللي اسمه ايه ده؟ الدور ده بس اللي هو الدور الأول ده اللي هو ده اللي هو ده يا شباب ده بس اللي فيه حيوانات فلو دول ضاعوا مش هنعرف نجيب تاني فلازم نكسر طبعا هرجع لكم بعد لما نكسر ونبدا نجهز حاجات المزرعه انا قعدت تقريبا كتير عمال بعمل المزرعه بس يا خساره البقره الكبيره وهو الاثنين الكبار وقعوا بس دي بقى الصغيرة لما كبرت اكلتها طبعا كتير فكبرت فخسر معلش بقى نعمل ايه طبعا لازم بقى نكسر اللي ناس تجربتها الصراحة هدايا كتير وتعبت شايفين يا شباب البلوك الواحدة عملت لنا قد ايه عملت كل الحاجات دي شايفين يعني انا طبعا هتبقى ستانة بإذن الله لا خوف خوف
ستة أربعة 11. ثمانية أربعة 11. ستة أربعة 11. طلع خروف، الخروف ده بقى أكلش خالص، لازم نغذيه. ثمانية أربعة 11. تعبت عشان والله دي تعبت بلح. واو بس هتسحبها ازاي؟ هتسحبك ازاي يا بنت؟ طب الفرخة دي مبقاش حاجة ليها. تعالي فرح خلاص شرب بعد اللي بجيبها ما تخافوش. ايه ده كل ده؟ أربعة وخمسة سبتمبر عشرون مئة وثلاثة عشرون ستة وخمسة ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر أربعة ستة أربعة. طب خلاص كده قصر يا عم صديق، خد كل حاجة على طول. خلاص يا شباب فاضل دقيقة اخلص الفيديو. زين بقى في الدقيقة دي نعمل ايه؟ اقول لكم الليل هنعمل البكتير ده. نبدأ بقى نتقبل وكده بسرعة. طبعا اللي هعمله قصدي هاخده تاني بس بقى في خلف الكواليس. طبعا عندي كذا باب، يعني عندي باب هقول لك. بص الحلقة الجاية هنعمل برضو باب بحيث ال هنلعب كذا باب. عايز بس بقى نخلص الحتة دي غير لك الدنيا عشان تبارك يعني هكذا. الله خلاص بقى خلاص الفيديو بس قبل ما كنا ظبطت حالنا من بلوك واحد. سلام.